الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة. خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، الرئيس السيسي يؤكد أن هناك توافقاً دولياً على رفض التهجير القسري للفلسطينيين. بدء تسليم المحتجزين في غزة للصليب الأحمر لإيصالهم إلى معبر رفح ضمن اتفاق الهدنة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر. يربط المحور الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولا للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورا بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء تفقد توقف الرئيس السيسي مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودي حرص خلاله الرئيس السيسي على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. جاء ذلك عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودي حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ سواق إيه؟ عربية ايه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه مرة 120 كده. بتاعتك العربية اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. منور البلد. انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1200. ليه؟ والله العظيم مصدقك، ما تحلفش. مصدقك الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجه؟ مش عايز حاجه يا سيدي. صحيح. خلي بالك عشان الله رايح اكشف عليهم واعمل ايه. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. مش عايز حاجه؟ الله يبارك لك. طيب سلام عليكم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر الاتحاديه كل من بيدرو سانشيز رئيس وزراء اسبانيا والكسندرو دوكرو رئيس وزراء بلجيكا. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد عقد مباحثات ثلاثيه مشتركه بشان تطورات الاوضاع في قطاع غزه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا والسيد ألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس وضيفيه للتباحث بشأن الأوضاع في الإقليم، حيث حرص الضيفان على الاستماع إلى رؤية مصر للأوضاع الجارية. وقد استعرض السيد الرئيس موقف مصر من التطورات في المنطقة، خاصة التصعيد في غزة
وأبرز سيادته الجهود المصرية المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع. وأكد السيد الرئيس على أهمية التحرك الدولي العاجل للعمل على الاستفادة من الهدنة الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية المطلوبة إلى أهالي القطاع، والعمل على إطلاق مسار سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقد ثمن الضيفان الرؤية المصرية وأكد حرصهما على استمرار التشاور مع مصر باعتبارهما دولتي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس، وأيضا من خلال إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية لإعاشة 2,300,000 إنسان في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. احنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15,000، 15,000 من المدنيين، منهم أكثر من 5,500 من الأطفال، وأكثر من 2,000 من السيدات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مجددا رفض مصر للتهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير أماكن آمنة في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها تسمح بوجود الفلسطينيين من أهالي القطاع. إذن احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء إسبانيا على أهمية ان المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين أو المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا أيضا على أهمية أن يبقى في مناطق أمنة، والمناطق الأمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق أمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40,000 إلى 50,000 منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70,000 إلى 100,000 منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق أمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده إيه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، إن احنا نساعد القطاع على إن فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لأن اللي بيتم دلوقتي هو عمليا
يجعل البيئة، بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة. وأنا أكدت وفي توافق الحقيقة، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر، أن أنا قلت له أن هذا الأمر خطير، وهو أكد لي أن هو لن يسمح أيضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا أيضا هذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤولين، رئيس دولة أسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، على أهمية عدم التهجير القسري إلى خارج القطاع. وأنا من جانبي في مصر، أنا أكدت ده امبارح وبقوله النهاردة، أن إحنا في مصر لن نسمح بذلك. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وأن هذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة. خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى أن المرحلة الآنية أو العاجلة هي مرحلة احتواء التصعيد ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات، لافتا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70% إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده أمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف اللي موجودة في قطاع غزة. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر إحنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية. وده في توافق دولي وتواجد تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي إحنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية، مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 70-75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية. We'll be right back.
وصل رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مطار العريش لمتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وعقد لقاء صحفي ثلاثي مشترك خاص بتطورات الأوضاع في غزة والتأكيد على ضرورة تواصل إدخال المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل شامل وعادل. كما قام رئيس الوزراء البلجيكي والإسباني بعقد مؤتمر صحفي في معبر رفح البري ومن أمامه. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن على إسرائيل الالتزام بالمعايير الدولية وأنه لا سبيل لحل دائم إلا بحل الدولتين. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البلجيكي أمام معبر رفح، صرح سانشيز أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي داعية لمؤتمر إحلال السلام في أقرب وقت. فلا بد على إسرائيل أن يكون لها نهج شامل في معالجة الأزمة وكذلك في الضفة الغربية وشرق القدس، والحل الوحيد هو حل الدولتين والالتزام بمعايير المجتمع الدولي. فالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى مؤتمر لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن، فنحن نأمل في إحلال السلام لإسرائيل وفلسطين، ويجب أن يكون إسرائيل وفلسطين طرفا في هذا المؤتمر. قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دوكرو إن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا، مشددا على رفضه قتل المدنيين. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البلجيكي أمام معبر رفح، كرر رئيس الوزراء البلجيكي رفضه التام لما يحدث من تدمير لغزة وهدم للمجتمع فيها، مؤكدا أن هذا التدمير أمر غير مقبول. العسكرية التي تشنها إسرائيل لإيقاف هذه الهجمات يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني. فالعمليات العسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني. فقتل المدنيين لابد أن يتوقف الآن. فالعديد من الناس قد ماتوا بالفعل، فتدمير غزة ليس مقبولا. فنحن نرفض تدمير مجتمع بالطريقة التي تدمر بها غزة الآن. أفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. وتحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، دخلت الشاحنتان المقدمتان من مصر لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح. أفاد مراسل التلفزيون المصري وصول طائرة أردنية على متنها 45 طن أدوية إلى مطار العريش، مشيرا إلى أن هناك طائرة أخرى ستصل اليوم على متنها 30 طنا من المساعدات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون المصري بوصول الطائرة 16 قادمة من السعودية على متنها أكثر من 38 طن مواد طبية وغذائية وإيوائية. كما استقبل مطار العريش طائرة من سلطنة عمان تتضمن ما يقرب من 22 طن أغذية. We'll be right back.
وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش. كريمة، بعد التحية تطلعنا على مزيد من تفاصيل المشهد لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ صباح اليوم لم تتوقف الفعاليات المختلفة الخاصة إما بدخول المساعدات أو حتى وصول الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإغاثية إلى مدينة العريش وإلى مطار العريش وإلى معبر رفح، بالإضافة أيضا للمؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام معبر رفح لرئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا. نتحدث عن في هذه الأثناء بينما نحن نتحدث الآن جاري تسليم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية إلى الجانب المصري ليتم نقلهم بعد ذلك، يجري ذلك بالطبع عن طريق سيارات الإسعاف، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك أيضا في نفس الوقت تسلم الرهائن والأسرى الفلسطينيين من الجانب الآخر ليعودوا مرة أخرى إلى بيوتهم. هذا يحدث بينما نحن نتحدث بالفعل الآن داخل بوابة معبر رفح المصرية في المنطقة الفاصلة بين المنطقة البوابة المصرية والبوابة الفلسطينية. هذا بالطبع جاء بعد دخول عدد كبير من الشاحنات للجانب الآخر من قطاع غزة. نتحدث عن أن الهدنة قالت أنه 200 شاحنة في اليوم، تخطى الآن أكثر من 100 شاحنة دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية. تسلم منهم الهلال الأحمر الفلسطيني 89 شاحنة بالفعل من المياه، الإغاثات، المساعدات الغذائية، المستلزمات الطبية، بالإضافة لدخول أيضا عدد من شاحنات الغاز. دخل بالفعل 4 شاحنات من الغاز، ودخل أيضا 3 شاحنات من الوقود، بالإضافة للصفاف ما زال ليس شاحنات أخرى للوقود والسولار أمام بوابة معبر رفح المصرية. بينما أيضا نحن نتحدث الآن ما زال توافد الشاحنات المختلفة بالتحالف الوطني وصندوق تحيا مصر وأيضا القافلة التي أطلقها بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة العريش. هذه الشاحنات ما زالت تصل، نتحدث عن أكثر من 570 شاحنة مختلفة من المساعدات المتنوعة تصل إلى مدينة العريش، بالإضافة أيضا للمساعدات التي تصل لمطار العريش. ربما رأينا مئات الشاحنات وما زالت متوقفة بالفعل من العريش وصولا للشيخ زويد، وصولا لمدينة رفح، وصولا لبوابة معبر رفح المصرية. ما زالوا يتوافدون ويقفون على جوانب الطريق من اليمين ومن اليسار. ما زالت أيضا سيارات الإسعاف تصطحب المصابين من الناحية الأخرى. نتحدث عن ما يقرب من 20 مصابا دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية، هذا فضلا عن عودة من كانت انقطعت بهم السبل من أشقاء فلسطين هنا في العريش، واحتوتهم البيوت المصرية واحتوتهم أيضا المحافظة المصرية. فور بدء سريان الهدنة عادوا العالقين الفلسطينيين عبر البوابات إلى أراضيهم إلى قطاع غزة. اليوم ضمن أيضا الهدنة 3 شاحنات من الوقود التي دخلت عبر معبر رفح ودخلوا إلى الناحية الأخرى ويعني أفرغوا حمولاتهم، أيضا بالإضافة لذلك الشاحنات الغذائية المختلفة والمساعدات التي دخلت وهم 89 شاحنة تسلمهم الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه الشاحنات يتم توزيعها إما في جنوب قطاع غزة أو وسط قطاع غزة لي عن طريق الأونروا وعن طريق طبعا بالطبع للأماكن المحتاجة الآن وأيضا للنازحين، ولكن كان هناك خلاف حول ما إذا ستصل هذه الشاحنات إلى شمال قطاع غزة أم لا. دخلت بالفعل منهم 3 شاحنات إلى الحواجز التي أنشأتها قوات الاحتلال أو نقطة التماس. نقطة التماس هذه النقطة التي توغل إليها قوات الاحتلال في قطاع غزة ثم توقفت عند هذا الخط بعد عند بدء سريان الهدنة. هذه نقطة التماس، هناك حواجز لإما خروج المواطنين من شمال قطاع غزة أو عودة بعض من مواطنين قطاع غزة إلى الشمال ليطمئنوا على بيوتهم أو حتى دخول المساعدات. قوات الاحتلال عرقلت دخول هذه المساعدات ولكنها متوقفة الآن إما في مدينة غزة أو في شمال قطاع غزة. أيضا عرقلت عودة بعض المواطنين وقد أطلقت الأعينة النارية في الهواء. هناك من أصيب أيضا واستشهد من المواطنين الفلسطينيين أثناء عودتهم إلى الشمال ليطمئنوا على بيوتهم، ولكن هذا لم يمنع أيضا بوابة معبر رفح والسلطات المصرية والضغوطات المصرية من استمرار إما الضغوطات من أجل تسليم تبادل أو صفقة تبادل المحتجزين والرهائن، أيضا الضغط على دخول المساعدات المختلفة. وهذا كان واضح في رسالة من الدولة المصرية أن بوابة معبر رفح المصرية
مصرية لم تغلق ولن تغلق في وجه المساعدات ووجه الأشقاء في فلسطين. إذن كريم أنت تتحدث الآن للتذكرة فقط، أنت تتحدث عن دخول 89 شاحنة حتى الآن من أصل 200 شاحنة من المقرر دخولها يوميا إلى قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 100 شاحنة دخلوا عبر بوابة معبر رفح المصرية من أصل 200 تم الاتفاق عليهم في الهدنة، لكن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم منهم 89 شاحنة يتم توزيعهم الآن على الأماكن الأكثر احتياجا حسب رؤية منظمات الأمم المتحدة والأونر وداخل قطاع غزة، إما للمرافق الحيوية منها السولار سيتم توزيعه على المرافق الحيوية من محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء، وأيضا محطات الجوال أو محطات الهاتف المحمول. وأيضا هذه المساعدة سيتم إما توزيعها على النازحين أو تذهب إلى المخازن يتم توزيعها على باقي الأماكن في قطاع غزة. نعم كريم، أشكرك جزيل الشكر. وأنت تتحدث معنا الآن مشاهد على بعض المشاهد ترد إلينا منذ قليل عن عربات الصليب الأحمر التي تحمل المحتجزين لدى حماس وتم تسليمهم إلى الجانب المصري في عملية تبادل للأسرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش. استقبل معبر رفح عددا من المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم للجانب الإسرائيلي، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدرين مقربين من حركة حماس أنه تم تسليم الدفعة المتفق عليها من المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم إلى إسرائيل. أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم تسليم المحتجزين للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح، وفقا للقطات مصورة ظهرت بها سيارات الصليب الأحمر وهي في طريقها إلى معبر رفح. أظهرت مقاطع مصورة اللقطات الأولى لبدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بنقل الدفعة الأولى من الأسيرات المفترض الإفراج عنهن في صفقة التبادل من سجن الدمون إلى عوفر. وضمن شروط اتفاق الهدنة أن يتم الإفراج عن 13 من المحتجزين بقطاع غزة من السيدات والأطفال مقابل 39 من الأطفال والسيدات الأسيرات بسجون الاحتلال الإسرائيلي. كان اتفاق الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس قد بدأ سريانه اليوم في 7 صباحا برعاية مصرية قطرية أمريكية. وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن 19 عاما على أن تسري الهدنة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. هدنة تستمر لأربعة أيام بدأ سريانها بعد 48 يوما منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية برعاية مصرية قطرية. وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن 19 يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة 6 ساعات يوميا من 10 صباحا وحتى 4 مساء، وأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الأيام الأربعة الإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 19. وفي إطار اتفاق الهدنة سيتم يوميا إدخال 130,000 لتر سولار وعدد 4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة
كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو 50 يوما. وبالتزامن مع سريان الهدنة ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة لعلاجهم بمصر، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها. وأخيرا وللمرة الأولى منذ بدء العدوان يتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الوطنية للانتخابات تعلن الاستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تعديل أماكن مراكز الاقتراع وحل ما يزيد عن 5000 شكوى. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستجابة للطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين في تعديل أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت الهيئة أنه تم حل ما يزيد عن 5000 شكوى بعد التحقيق فيها بالكامل، وذلك في إطار حرصها على التيسير على الناخبين خلال العملية الانتخابية، مضيفة أن قاعدة البيانات المحدثة تتضمن الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المقدمة إلى الهيئة. زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية. أكد الوفد حرص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولا للحل الشامل والعادل القضية الفلسطينية. يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لمدينة العريش لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس السيسي أمس متوجهة إلى قطاع غزة. طبعا احنا كنا بنتفقد الإخوة الفلسطينيين اللي دخلوا مصر لتلقي الرعاية الطبية بناء على المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص. والحقيقة ان احنا لما وصلنا هنا شفنا، يعني انا شفت مستوى ممتاز جدا من التجهيز الطبي، وتفقدنا بعض الحالات ومن اعمار مختلفة واناس ورجال وصغار سن، وشفنا الحقيقة الوضع الصعب والوضع الصحي الصعب اللي هم كانوا جايين بيه، لكن أيضا لمسنا التحسن الكبير اللي هم يعني حصلوا عليه هنا. الحقيقة أنا وقفت عند كلمة تكررت قدامي أكتر من مرة لما كنا بنسأل الناس، فقالوا إن هم بيتلقوا دعم معنوي من الأطباء والكادر الطبي هنا لا يقل أهمية عن الدعم الطبي المادي المتمثل في الأدوات والأدوية والرعاية الطبية. الحقيقة الدعم المعنوي يعني كان مهم جدا. كل الحالات اللي احنا شفناها أشادت بتعامل الطاقم الطبي، وأنا الحقيقة مش مستغرب الكلام ده، احنا كحملة مش مستغربين الكلام ده، لأن احنا عندنا القيادة السياسية بتاعتنا كانت أول من يوصي بالفلسطينيين خيرا، وإحنا لما الكلمة دي بتطلع من أكبر رأس في البلد وبتطلع من أعلى مستوى في البلد
بيبقى الكل عنده استعداد ان هو يتفاعل معها، والحقيقه ان ده شعورنا الطبيعي وشعورنا الانساني تجاه اخواننا الفلسطينيين. قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قال إن مصر لن تبخل بجهد أو عمل لرفع هذا الظلم والعدوان عن أبناء قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي عند معبر رفح أضاف المستشار محمود فوزي أن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة. اليوم لحضراتكم محملة برسالتين، الأولى لأهلنا في فلسطين وغزة، وهي رسالة العون والدعم والمساندة، نؤكد فيها أننا دائما هنا معكم الأقرب إليكم، ونحن لن نتوالى أو لن نتوانى أو نبخل بجهد أو عمل لرفع هذا الظلم والاعتداء الغاشم حتى تعودون في القريب العاجل إلى دياركم وحياتكم الآمنة، التي نعدكم أننا سوف نكون على استعداد تام وكامل لبنائها وتعميرها إلى جواركم أيضا. الرسالة الأخرى هي إلى جموع سكان العالم ممن يشاركوننا في الإنسانية والأخوة والحياة. قبل أيام كان اليوم العالمي للطفل، اليوم الذي اجتمع فيه قادة العالم من 23 سنة ليقطعوا على أنفسهم وعداً للأطفال أننا سنبقيكم آمنين، سنساعدكم على التعليم، سنحافظ دائماً على حقكم في التحدث وإيصال أصواتكم. نقول هذا أيضاً ضمن الأيام السنوية المخصصة لمناهضة العنف ضد النساء، وقبل أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان. عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في إدفو بمحافظة أسوان. وقال المرشح الرئاسي فريد زهران إنه يتواصل مع الناخبين سواء بالمؤتمرات أو على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية. وشدد المرشح الرئاسي فريد زهران على أن الحملة الانتخابية نظمت مؤتمرات جماهيرية في أسيوط والبدرشين والإسكندرية والفيوم، وتستعد لزيارة أطفيح وزفتة لتغطية كل محافظات الجمهورية. نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الإسكندرية لدعم مرشحهم الرئاسي بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض رموز الوطنية وقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا. يعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات. المؤتمر ده من ضمن خطة المؤتمرات الانتخابية اللي بيحضرها قواعد الحزب ونوابه وقيادته في المحافظات دي، علاوة على القيادات الشعبية المؤثرة الموجودة في هذا النطاق الجغرافي. الحقيقة الهدف من هذه المؤتمرات ان مرشحنا المهندس حازم عمر يلقي بيان عن ابرز ملامح البرنامج الانتخابي بتاعه، وايضا بنتناول بعض المشاكل الموجودة في هذه المحافظات، ونقدر من خلال البرنامج بتاعنا نقدر نجد لها حلول، او من خلال نوابنا اللي موجودين في مجلس النواب، عندنا 48 نائب في مجلس النواب، نتناول ايضا هذه المشاكل بالحل مع الجهات الحكوميه. الدعوه اللي انا الحقيقه وجهتها لمواطني الاسكندريه للمشاركه اليوم معنا في هذا المؤتمر، والتعرف على رؤى وافكار والبرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر. حرصا من وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية العربية وبخاصة في مجال الإعلام الأمني، استقبلت الوزارة وفدا من مسؤولي الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، حيث شاهد الوفد إمكاناته ودوره في إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية. هذا وتأتي هذه الزيارة على هامش زيارتهم السنوية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
على هامش الزيارة السنوية لوفد من مدير إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب. قام الوفد بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، زيارة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، بخاصة الرسالة الإعلامية الأمنية. إحنا بصدد الزيارة السنوية اللي بتتم للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، واللي هي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبيتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لإطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة في مجال الإعلام الأمن. تعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع لأداء دوره في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وبث الرسائل والتقارير الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل احترافي، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية عبر وسائل الإعلام المختلفة. اللي اطلعنا عليه وروّلنا الإخوان اليوم في إدارة الإعلام الأمني يعني يعكس مدى التطور في مجال الإعلام في إدارة الإعلام الأمني بجمهورية مصر العربية، وهاي شيء يعني مشرف، وإحنا إن شاء الله بنستفيد من هذه الزيارة والإضافة للوفود والمشاركة في الاجتماع. كانت لنا فرصة للإطلاع على مختلف المجهودات المبذولة من أجل تطوير العلاقات العامة وكذلك المجال الإعلام الأمني من خلال معظم المرافق الأمنية أو الإعلامية التي تضمها وزارة الداخلية لجمهورية مصر الشقيقة. وقد أشاد أعضاء الوفد بالتطور الكبير والإمكانات التقنية والبشرية التي يمتلكها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والذي يسهم في نشر الوعي والرد على الشائعات ويعزز من القيم الوطنية والعربية، ما يعد نقلة نوعية في منظومة الإعلام الأمني الذي يحقق التواصل مع كافة وسائل الإعلام ومع المواطنين، مؤكدين على رغبتهم في تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من قدرات وخبرات الجانب المصري في مجال الإعلام الأمني. ظهرنا كثير في التقدم الحاصل بجمهورية مصر في الجانب الإعلام الأمني وتقدم المادة وأيضا الأدوات الإعلامية هنا في المركز الإعلامي. إن شاء الله هنالك بعض الأمور التي ستفيد الجانب الإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الزيارات بين الدول. حقيقة ما شاهدناه اليوم تجربة ثرية، بداية بالرصد الإعلامي وانتهاء بالإنتاج وتوظيف التقنية الحديثة، خاصة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي في توصيل الرسالة الأمنية الإعلامية. نشكركم على زيارتكم لقطاع الإعلام للشرطة المصرية ولجميع القطاعات والمصالح اللي عدينا عليها وشفناها بكل يعني احترافية، أداء احترافي، أداء مميز وتنسيق رائع ما بين الأجهزة في الإدارة العامة للإعلام. زيارة مهمة للتعريف بالقدرات الإعلامية التي تمتلكها وزارة الداخلية، والتي تسعى من خلالها إلى إبراز الجهود الأمنية وبث الرسائل التوعوية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي ونقل الصورة الصحيحة والموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة. يمتلك قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إمكانات فنية وبشرية وتقنية كبيرة تمكنه من أداء رسالته الإعلامية في بث رسائل توعوية وإبراز جهود وزارة الداخلية. من هنا كان اهتمام مدير الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية لاستفادة من هذه التجربة الإعلامية المهمة في بلدانهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في النشرة السادسة وشروق إبراهيم. شكرا لكما سحر وإلهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة.
استقبل وزير البترول طارق الملا وفد شركة هندية مخصصة في مجال الكيماويات. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله. كما لفت وزير البترول إلى المجهودات المكثفة التي شهدتها السنوات الأخيرة في هذا المجال والتي تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع، متمثلة في تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. شهدت محافظة الغربية أكبر معرض لبيع السلع الغذائية معا ضد الغلاء والمقام بأرض المعارض بالمنطقة اللوجستية بطنطا. ويهدف المعرض المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الغربية بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق. يشارك بالمعرض 60 شركة عارضة حيث يضم جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية. تقوم الدولة بجهود كبيرة لإحياء صناعة الغزل والنسيج عبر سلسلة من مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة، ويعد مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أحد هذه الكيانات التي توفر آلاف فرص العمل الجديدة للشباب. تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير صناعة الغزل والنسيج لا سيما في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي شهدت إنشاء مجمع الصناعات النسيجية بجوار شركة مصر للغزل والنسيج. ويستهدف المجمع تلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فضلاً عن نقل المصانع الصغيرة من داخل الكتلة السكانية، كما يضم عدداً من الوحدات الصناعية المتنوعة. بنصنع الملابس الداخلية بأنواع كتير وأصناف كتير، بتبدأ من القطن 100% وننتهي بكل الدرجات الليكرا، وبنصنع بقى المنتجات كتير زي نص كم والحمالة والشورت والأطقم الداخلية كاملة والأطقم الدفاية في الشتاء. الحمد لله بنستورد المستلزمات الخام بتاعتنا من بره مصر وبنعيد تشغيلها هنا في مصانعنا، وبعد كده نبدأ نفصل الملابس الداخلية بتاعتنا ونبدأ تاني نصدرها. وعبر العمال داخل الوحدة الصناعية عن سعادتهم بالعمل داخل مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة بعد نقل المصنع من داخل الكتلة السكانية، والتي كانت تسبب لهم الكثير من المشاكل، منها الصعوبة في الوصول إلى العمل في الأوقات المحددة، إلى جانب أن بيئة العمل كانت غير مناسبة. المواصلات متوفرة بجميع أنحاء البلاد اللي معنا في الشغل، كل بلد موفر لها العربيات بتاعت. بقفل بداية الشورت على المكنة الأوفر، بعد كده بيخش مراحل تانية، يعني الرش الحجر جنب كده بيخش كذا مرحلة. احنا بنبدأ من هنا مرحلتنا من أول الغزل، بنعمله قماش هنا وبنسبغه وبنيجي نشتغل إن شاء الله في القص، وبعدين بيخش مرحلة التشغيل، وبيبدأ مثلا مرحلة بتبدأ مثلا شغال ملابس داخلية. بنشتغل في المنتج اللي هو الداخلي اللي هو قطن، سواء كان فانيلا أو مصرومة أو حمالة أو شورت، تمام. طبعا احنا لينا الغزول بتاعتنا اللي هي القطن المستورد النظيف، تمام، جودة عالية جدا بالنسبة للغزل. بيخش الأول على مراحل النسيج الدائري تبعنا اللي هو تبع الشركة، ده طبعا بيطلع لنا القطن بتاعنا او الخام بتاعنا، تمام. بندا برضو نحطه ندخله المسابغ اللي هي المفروض برضو لينا احنا فيها الوان مميزه والوان معينه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها. والى جانب المستهدفات الصناعيه، يسهم مجمع الصناعات النسيجيه بالمحله في توفير بيئه عمل مناسبه وامنه ونظيفه، تساعد على تطوير الانتاج والعمل على حل مختلف المشاكل بصوره جذريه. تحتوي منطقة مرغمة الصناعية بمحافظة الإسكندرية على العديد من مصانع الأدوات الطبية، هذا وقد تم إنشاء مصنع ألفا أوميجا للمستلزمات الصناعية، حيث تقوم الدولة بدعم توفير فرص عمل للشباب. اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية. تلك المناطق الصناعية تشمل أكثر من 4000 مصنع لتسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة. ومن ضمن هذه المناطق
منطقة مرغم الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تشمل كافة المصانع بمختلف الصناعات، وفي مقدمتها مصنع الأدوات الطبية ألفا أوميجا. ابتدينا بسنة 85 ان احنا نستورد اختبارات الحمل ومستلزمات طبية. لما ابتدينا الايام الاخيرة كان لازم التصنيع يشتغل، فابتدينا نسمع عن منطقة مرغم الصناعية، الوحدة دي اسمها الفا اوميدا للخدمات الطبية او للصناعة، مكانها مرغم منطقة مرغم الصناعية الوحدة رقم 7. احنا عملنا سلسلة مصانع هنا وفي منطقة ميت غمر الصناعية، عملنا مجموعة نكمل بعض. احنا الاول كنا ابتدينا نصنع اختبارات الحمل، كنا بنستورد تقريبا كل حاجه يا دوبك عمليه تجميع. لما ابتدينا ناخد في مرغم هنا المنطقه الصناعيه قريبه من البتروكيماويات، ابتدوا يوفروا لنا الخامات، يوفروا لنا حاجات كتيره بسعر كويس قوي، فابتدينا نفكر ازاي نصنع هنا عشان نوفر عمليه العمله من بره والحاجات دي. هذا المصنع الذي يقوم بتصنيع اختبارات الحمل والتي كانت تستورد من الخارج بالعمله الصعبه، ولكن في تلك المنطقة تقوم الدولة بتوفير الدعم الكامل ليتم تصنيعها محليا، مما يترتب عليه توفير العملة الأجنبية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف أوبك بلس سيتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما يعادل نحو 23% إلى 81.61 دولار للبرميل، بينما تراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58% إلى 76.65 دولار. وارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة لتصل إلى 2.8 دولار للتر، في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.4% لتسجل 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نقلت رويترز عن مصادر في أوبك بلس قولها إن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول إفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما أكبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف على التحالف تأجيل اجتماع هام. وكانت مصادر أخرى أكدت أن أنغولا ونيجيريا وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول أوبك تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما سحر وإلهام. شكرا لك شروق عماد. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة. خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، الرئيس السيسي يؤكد أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين. بدء تسليم المحتجزين في غزة للصليب الأحمر لإيصالهم إلى معبر رفح ضمن اتفاق الهدنة. انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.